من عناوين النشرة إلى تفاصيلها والبداية من الشراكة في الخدمات، أهلا بكم. حيث التقى محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب بعدد من وجهاء وشيوخ قضائي بيجي وشرقاط ضمن متابعته اليومية لأحوال الناس في مختلف المناطق، واطلع على الطلبات التي تخص الواقع الخدمي موجها لتنفيذها وفق التعليمات بما يتلائم مع كل منطقة وبما يؤمن الخدمة العامة للمواطنين.